ذهب أغراضك وخلهم بالزبيل عشان عقب نروح السوق. يلا وليدي. تعال. يا ماما. أنا شلونك؟ أنت غازي. أنا أنت شنو؟ أنت يا أسود طقيتيني على راسي ولا السموحة ما تقصدين؟ أنا طقيتك علشان محمد. أنت شوري على بالك إن أنا مديني على محمد؟ أنا ومحمد ربع، بس أنت ما تيوزين. أنا طلعت من بيت الشام. أدري، وبنات فوزية هناك. وفوزية؟ فوزية معاي تاخذ يزاها وأكثر من يزاها. غازي الله يخليك، سوي اللي تبي، أخذ بيت الشعب، أخذ البيت هذا، أخذ كل شيء، أنا ما أبي شيء. إيه، وأبقى شنقي ورجع. أنت شو اللي تبي؟ شو اللي تبي وأنا أعطيك إياه؟ أنت يا غازي كله منك، أنت ما أعطيتني فرصة ثانية. أنا طقيتك علشان أحمي محمد. كذابة! كذابة! عشان تحمي نفسك. كله منك. أنت متراضة تسمع الكلام. أقول لك سوي كذي تسوي شيء. بس! بس ولا كلمة! أموت قدامة! ما حد قالت إن صوتك مثل مسامير بالإذن؟ ما حد قالت إنه يبط طبلة الإذن؟ ما بسمح صوتك لأنك فقر! لأن دشيتي بيت تذبحين أحد فيه! ما حد قالت! الله يخليك! الله يخليك! أبو سيدك موت قدام ولدي! الله يخليك! غازي يما لا تبكي. يما شان سامحني يما سامحني يا حبيبي.